اليوم عندنا عجلة الحظ الجزء الثاني. طبعا بعد رسائل هواي وصلتنا سووا جزء ثاني. اليوم سوينا جزء ثاني، بس قبل ما نبدأ بالفيديو قلتوا ذا الفيديو هذا يوصل 50,000 لايك. اكو شغلات جديدة اضفناها وشغلات شلناها، يعني مثلا الشوكليت شلناها وبدلناها. المهم خلي اشوفكم. شوفوا اول خيار 5000، الثاني طماطة، الثاني 500 دينار، الثالث بيض، الرابع جزر، والخامس بصل، والف دينار وترجيع. وذني هذا البيض وهذا البصل وهذا الجزر وهذا الطماطة وهاي الفلوس، هاي الخمسات وهاي الالاف وهاي الخمسمئات. حطينا مكان الشوكليت ترجيع، يعني اللي يربح وتوقع على ترجيع ترجعوا لياهن كلهن. هسه بيمن نبلش؟ عبودي. لا عبودي اول مره، من زمان ما بدينا بيه. يلا عبودي الجوله الاولى، مستعد؟ يلا جوله، اربع جولات، يا مثل الجزء الاول اربع جولات. يلا 1 2 3 خلينا نشوف ايش راح يطلع لك. 500 دينار. 500 قريبة 500 دينار. هاي حلها المرة. هاي 500 دينار العبودي، أول 500 العبودي. نبدي هسه الخيار الثاني ويا يوسف. يلا يوسف مستعد؟ يلا 1 2 3 انطلق. خلينا نشوف شو راح يطلع لك، شو راح يطلع لك. 5 دولار. 5000 دينار طلع على اليوسف. وهاي 5000 دينار اليوسف. أرضي جديدة. هاي الجديدة. يلا هاك. طبعا يوسف ذاك الفيديو هم حظه كان كلش حلو بيه، عبودي كان حظه مو حلو، لارا كان حظها يعني. يلا هسه عليش لارا، مستعدة؟ 1 2 3 انطلق. خلينا نشوف وين نوقف. والف دينار. راح تفلسون اليوم. بابا كان يريد ترجيح. شنو حظكم اليوم؟ كل فلوس يعني. يوسف طلع 5000، عبودي 500، ولارا 1000، وهاي الالف دينار اللارا تستاهل. يلا هسه نرجع لعبودي، مستعد؟ يلا 1 2 3 خلينا نشوف وين راح توقف. راح توقف وين؟ وقفت. لا وقفت بين البصل وبين هذا، بس على الالف اقراب والف دينار عبودي. فهذا الف دينار العبودي تستاهل. بس خلوا ببالكم اكو خيار اسمه ترجيع، يعني لو ربحتوه ممكن ترجعوه. خيار اسمه ترجيع؟ اي يعني اذا وقعت عليها ترجع لها 5000. لا بلي بلي، لا ترجيعكو. والله اكو ترجيع. هسه الخيار اليوسف، مستعد يوسف؟ 1 2 3 خلينا نشوف ايش راح يطلع لليوسف هالجولة الثانية. ايش راح يطلع له؟ ايش راح يطلع له؟ 500 دينار. هاي لحد مرتين فلوس طلع له يوسف، مرتين فلوس. واو. ايش صار انا ويا 500؟ 5500 يعني صار يعني 22 ربع. لأن يوسف ما يعرف هاي الحساب. وهسه 500 اليوسف. يلا الخيار السلارة، 1 2 3 انطلق. خلينا نشوف شو راح يطلع لك. ترجيع 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 طلع على ترجيع. طلع على ترجيع لارا ورجعت للألف، رجعت فلوسي. فرح بابا. هم فرحوا. هسه انت يطلع لك ترجيع ترجع لي. ما حط له لا بصل لا بيض لا طماطه لا جزر. هسه هاي الجوله الثالثه عليك؟ يعني اذا سويت هاي تبقى لك جوله واحده. عادي جزر اعطيكم مساعده حتى اطلع لكم ترجيع. يلا 1 2 3 انطلق. خلينا نشوف. ترجيع 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 ترجيع. طلع على ترجيع. جيب حبيبي.
رجعت للفلوس مال عبودي، هسه لارا فلست وعبودي فلس، بقى يوسف الزنقي راح يرجعنا هسه بالترجيع. انا ما عليهم يقولون ان شاء الله يطلع لنا ترجيع. يلا واحد اثنين ثلاثة، ترجيع 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 ترجيع. ألف دينار. واو، هذا ألف دينار اليوسف. إيش قصر عندك يوسف؟ ستة ونص. واو واو. هسه الخيار على يمين على لارا. هسه أنت مفلسة مو ما عندك كل شيء. أنت عبودي أنت ما عندك، بس يوسف ده يحسب فلوسه. شوف ده تحسب فلوسك. يلا لارا واحد اثنين ثلاثة انطلق. هاي شوف ايش راح يطلع لها لارا. اوه 500 دينار. هاي 500 لارا. 500 تتذكر. يلا هسه الخيار على عبودي. اخر جولة لك. اوكي انت مو قلت مالي المساعدة؟ بلا. لا مو قال لارا. يلا واحد اثنين ثلاثة انطلق. واو فرها سريع هالمرة. خلينا نشوف راح يطلع 5000 يمكن. جزر جزر. طلع له جزر عبودي ان شاء الله. احسن مو ماكو. وهذا جزره. هاك حبيبي عبودي. ان شاء الله عليهم جزر. هسه انت الجولة الأخيرة، إذا طلع لك ترجيع تخسرهن كلهن. هسه هاي الجولة الأخيرة ليوسف، إذا طلع له ترجيع ترجع ليهن كلهن كل شيء ما تربح. إذا طلع له ترجيع نحتفل. هو؟ يلا فتح هاي القميص، فتح القميص يوسف راح يتهيأ. يلا يلا يوسف هسه عليك. واحد اثنين ثلاثة انطلق. ترجيع 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 ترجيع. وابيض ما خسر الفلوس. لا ما خسر الفلوس. هاي البيضة ليوسف. تريد مساعدة يوسف؟ مو تطلع لك احتمال تطلع لك ترجيع بعد. تدري شنو المساعدة؟ المساعدة يعني تفر فرة واحدة. إذا طلع لك 5000 تاخذ 5000، بس إذا طلع لك ترجيع ترجعهم كلهم. لا 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 مرد 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 مرد. ما تريد مساعدة؟ لا لا. يلا هسه الخيار على لارا. يلا الأخيرة أنت مو هسه؟ يلا واحد هسه فلوس يوسف رباحين. يوسف ما يريد مساعدة. مبروك يوسف والفايز. يلا هسه الخيار على لارا. يلا واحد اثنين ثلاثة. خلينا نشوف ايش راح يطلع لها لارا لحد الان ما عندها ولا فلس. جزر. انا اريد مساعدة واثقة من نفسي. هسه تريد جزرة. هاي الجزرة لارا ربحتها وعبود الجزرة ويوسف 6000. شو يوسف ايش قال عندك؟ 6000 ونص. 6500. انا اريد مساعدة واثقة من نفسي. انت تريد مساعدة؟ اي 6000 ونص. يوسف انت ما تريد مساعدة مو؟ وانت عبودي تريد مساعدة؟ لارا هسه راح ننطي مساعدة لارا والعبودي لأن يوسف ما يريد. هسه مساعدة العبودي، أخير مساعدة هاي وأخير جولة. يلا واحد اثنين ثلاثة انطلق. هنشوف شو راح يطلع العبودي. بيض. لا بيض. هاي بيض عبودي. يلا هسه الجولة الأخيرة لارا. طبعا يوسف مثل ما قلنا لكم ما أراد مساعدة. يلا لارا واحد اثنين ثلاثة. يعني شوف ايش راح يطلع لها لارا. جزر. هسه هاي هم جزر لارا وخلصناها. لارا اخذت جزرتين و500 ويوسف عبودي اخذ جزره وبيضه ويوسف اخذ 6000 ونص. هسه خلصنا التحدي وعجلة الحظ الجزء الثاني اللي يوسف فاز بيها. جيب ايدك يوسف. يوسف هو الفايز. صفقوا له الفايز. هسه انت ايش قد ربحتي؟ 500 جزرتين وعبودي جزره وبيضه. طبعا انتم ما بدا ربحتوا بس صار طلع لكم ترجيع واحنا ويانا ماكو خسران. هاي 5000 عبودي. وهاي 5000 لارا. ايه يوسف عفوا حبيبي. لهنا وصلنا نهايه الفيديو. لا تنسوا تسوي لايك وسبسكرايب.